يعني رجال هو العامل والشاب هو نازل فيها ايه يعني؟ الفرق الوحيد الأكيد سايز. الفرق
فشولة مفشولة، فشولة مفشولة، أقول لك أنا أهو، إزاي مش شايفني؟ دي ليتم نصها. ثلاث بيضات أوفل بدون زيادات، أوفل بحق ربنا، فشولة ودي ليتم، والثالثة اسمها؟ ثلاث بيضات أوفل بدون زيادات، أوفل بحق ربنا. فشيولة دي ليتم والتالتة اسمها؟ التراكولس يا ابني فيها ايدين زي الصنايدة، يعني ليها زيادات، ليها زفت. بقول لك بدون زيادات اوفر وبس. تلات بيضات اوفر وبس. ولا في سباين، ولا في مابليشن، ولا في ميوكارد بلاد، ولا اسيمتريك، اوفر وبس. فشيولة ودي لاتم والتالتة اسمها؟ هيتروفس. هيتروفس ايه ده؟ ايه؟ عارفين ايه؟ مش فاهم يعني. الكلام هنقعد نقوله 100 مرة. أسهلهم الهيتروفس. الهيتروفس إكس تبقى كتيرة وصغيرة سيسم لايك، عاملة زي السمسم. قلت لك مشكلتك مع الفشيولة تبقى في البصيرة. الباقيين سهلين. الاكس دي صغيره لازم تمسك الفايل، لو لقيت ماميليشن اسكيرس، لقيتها مدوره سفيريكال وتو سيركلز كلوز تو ايتش اذر، دايره جواها دايره، تبقى تينيا. لقيت سباين، شوفوا تيرمينال ولا لاترال. لقيت ميكويل بلانس، بلينو كونفكس، يعني كل الاكس وانت ماسك الفاين تقدر تميزها بسهوله. لارفي، بين اللايف سايكل لارفي، السيركاريا والفشوله طارت الحمد لله خير وبركه. ريفن تيري ماجستوزوما، سيستي سيركس، لو في دجر شيبد بوكس تبقى سليلوزي، لو ما فيش بوكس تبقى بوكس. خلي بالك من الانسيستنت ميتاسيركاليا بتاعت الهيتروفس. الفيش ماسل دي هنا ما هياش ترو ماسلز، هتلاقي حاجه هوموجينس غامقه، السيست جواها دايرة زي ما انت شايف. السيست ميتاسيركاليا وفيتروفس. في سلايد بتعرف بالنيكل اي هنا، مين هو؟ مين بتعرف بالنيكل اي؟ اي داك السيست اللام، عرفتها ازاي؟ على الدي ام. على السيكتنج مايكروسكوب الاقي على السلايد ثلاث شرط. اتاكد ازاي؟ ايه دليلك ان دي هيداتيك سيست؟ هتلاقي الجول والسكوليسيز. طب ايه دليلك ان دي لان؟ الفيولاي، الفيولاي السبتة والالفيولاي. ده عشان لو جات لك اسبي اكتب تو كاركترستيك بوينت هتقول اللي انا قلته. هيدات الساند تيجي على الكومباوند ما تفتكرهاش اج. هيدات الساند ده رمل وجواه بوكس، فيها بوكس جواها ما هياش اكس. ثلاثة تيشو، هيجيلك واحدة من وقت الامتحان. هيستولوجي، بص للباك جراوند، لو في اللايوه اسيناي يبقى سمول انتستين، يبقى دي ادلت هيتروفس. فين الادلت هنا؟ اتقطعت يا اخي. انا واخد سيكشن كده اتقطعت الادلت، بس الاكس باينه سيستم لاين. لو لقيت باسترما لحمه سبيندل شيبد سيلز ارينجد ان باندلز تبقى انسيست تراجينيلا سبايرالز لارفا ان ماسلز. لو لقيت ما
homogeneous fibers for negative tissue, fibrous tissue, the hepatoncus cerebral volvus in subcutaneous tissues. سهيد جدا ده هيستولوجي التعرض. ده كده كان الهيلمنسنس اللي ليها نصيب الاسد في الامتحان. البروتوزوا هيجي لك منهم اثنين لو تفتكر. كل البروتوزوا بتيجي بعدسه اويل وعلى البرانكيديوم كولاي هتيجي بعدسه هاي باور. هي اي نعم لمسه السلايد بس حواليها خط لونه برانكيديوم بلو بلو لايت. انا بحب اقسم البروتوزوا اللي هي جايه بالعدسه اللي هي لمسه. طلعت واحده من على جنب اللي هي البراتيديوم كولاي بالهاي باور. الباقي كله بحب اقسمه اشوف الخلفيه عندي جراي ولا فايلوت ولا جراي ولا فايلوت ولا بلو. ده اللي هو نو ار بي سيز. لو مفيش ار بي سيز شوف الخلفيه فايلوت يبقى سمير فور كالتشر. لو بلو يبقى ديفايند للنيلسن ستريم. لو جراي يبقى بقيت الانتستاينال بروتوزوا كلهم. ما تيجي ناخد البلاد كام سلايد في البلاد. ايه دليلك ان ده بلاد؟ RBCs. تحب تبص جوه ولا بره الاول؟ ها؟ ابص بره الاول. بره يعني ايه؟ بتوين الار بي سيز. عندك حاجه من الاثنين يا يعني اما تلاقي بنانا اللي هي بلازموديوم فالسيبرام جاميتوسايت او تعبان. التعبان ده اللي هو تريبانيزوما ان بلاد. ريبانيزوما نوع ايه معرفش. بلاد ريبانيزومز. ما لقيتش تعبان او موزه يبقى انت قدامك بلازموديوم فايفكس جاميتوس هايت. هتلاقي الار بي سي انلارجد على حواليها وجواها جرانيولز. الجاميت جرانيولار في جرانيولز. دي البلاد بروتوزوا اللي عندي في ار بي سي. طب لو لقيت حاجه فايلوت عندي كام احتمال؟ فايلوت ثلاثه برضو. حاجه كريسنتك ان شيب اللي هي توكسوبلازما جونديال تروفوزويد او تاكيزويد. حاجه عامله زي الصرصار ليها فلاجيلا. ترايكوموناس فاجينالس تروفوزويد. والحاجه الثالثه نقط دوريات صغيره بين الوايت بلاد سيلز اللي هي ليشمانيا امستيجود. ثلاثه بلاد ثلاثه سبير اور كالشر غمرانهم فايلوت. الباقي كله لونه جريت. اثنين جيارديا وثلاثه انتميبا. مين اسهل؟ اسهل سلايد في الخمسه الجري. مين هو؟ اسهل سلايد في خمسه مصبوغين بايرن هيماتوكسين. مين؟ ها؟ انا حاسس ان الدفعه دي تانية. مش عارف يعني طلعاته حاجه. هو الترامادول وصل لهم مش عارف في ايه يعني. انا بقالي 500 سنه بدرس بكلمكم جد والاشكال دي اول مره اشوفها يعني. والله بجد مش عارف. That's it.
هل كلهم بعضهم كونجنتا توكسيك بلازموزيس؟ مين ريتارديشن يعني اقصد؟ ثلاثة بلط وثلاثة سمير في الكالشر وخمسة لونهم جري مصبوغين بالهايبر هيماتوكسلين انت ميبا هيستوريتيكا تروفوزويد انت ميبا تروفوزويد ده اميبويد ان شيب السيست سيركلر انا اسهل السيست هيستوريتيكا ولا كولاي؟ أني أسهل الكولاي كتير يعني النيوكلياي أكتر من أربعة أما لو لقيت النيوكلياي من واحد لأربعة فقط أنت مين فهيستريتيكا سيست سهلة جدا تيجي كل يوم في الامتحان أنت مين فهيستريتيكا سيست الجياردية التروفوزويد بير شيت بومة طائر وسيست اوفل في هالة حواليها ويا اما تلاقي خط او نيوكليوي دي البروتوزوا بعد كده عندك ارثروبود حاجة ليها جناح عندك كم احتمال يا دبانة يا ناموسة يا حاجة زي الهاموشة يا دبانة يا ناموسة يا حاجة زي الهاموشة الأدلت ماسكا دوميستيكا بتاكلها كل يوم الهاوس فلاي دي واحدة سهلة ما جاتش ولا مرة في الامتحانات قبل كده أنا درست في 9 مليون طالب ما جاتش أضل ماسكا دوميستيك عارف ليه؟ هو حاجة بقشش أنت ممكن تطمع فيها الأربع ناموسات أربعة موسكيتوز ميل في ميل كيوليكس ميل في ميل أنوفلس والاثنين في البوتموس الميل والفيميل سؤال تفرق الفليبوتمس من الموسكيتو ازاي؟ اولا نوع الميكروسكوب الصغيره هتيجي على الكومباوند الفليبوتمس والموسكيتو هتيجي على الديسكتنج طب لو في دكتور غلس غير الاستايل حط ده هنا وده هنا ونقدر نكلمه؟ ها؟ اتعورت خلاص ده المفروض ان كانت دي تجي هنا لا مش هيسمع المفروض لو لقيت كلاسبرز ينفع تبقى موسكيتو كلاسبرز ينفع تبقى موسكيتو وجود الكلاسبرز ده ميل في البطنس طب لو الوينج سبوتد سبوتد وينج ينفع يبقى في البطنس ينفع يبقى كيوليكس وجود السبوتس دوت انوفلس هتفهم حاجة؟ يبقى انت لو عاوز تتلخبط يا ابني اتلخبط بين الفيميل فليبوتومس والكيوليكس هنحاول نجيب لك الفليبوتومس جناحها طالع لفوق بربنديكولار على الجسم ونجيب لك بطنها كده منتفخة ان شاء الله فيها بلاد ميل وعينيها كبيرة هتعجبك إن شاء الله. دول الأدلت اللي ليهم إيه؟ وين؟ يا إما ماسكا يا إما موسكيتو فليبوتوس زي الهاموس زي طب من غير جناح احتمالاتك إيه؟ اسهل واحد من غير جناح اللي هو مين؟ الفري ليه الفري؟ بايلاترالي كومبريس بايلاترالي كومبريس ده الليكس فين؟ الليكس فين؟ تحت باقي كله الليكس على جنبين
طب لو لزع كبين دول سوفنتري كومبرست، شوف تلات ركول ولا أربعة؟ لو 3 بيرز اوف ليكس البيتبارت أسهل ولا الميديكولس أسهل؟ مين تبصوا لها كده وتبتسم؟ حبيبك وصاحبك من كتر حبك فيه بتحطه فين؟ فوق راسك، على راسك من فوق، اللي يسموه بيديكولس هيومانس هيومن. ده انت مميز يا اخي، ده الوحيد اللي ايه؟ بيرمننت اكتوبراسايت. طب ما تلخبطوش مع السيرس، السيرس اسمه ما يعجبكش، كومبريست مضغوط مش ممشوق، والليكس بتاعته اي نعم قويه لانه رايس قويه جدا فيري سترونج، بس الفيرست ليج تبقى ايه ديفلوبمنت؟ طب عندك لو فور بيرز اوف ليكس التكس، فور بيرز اوف ليكس هارد ولا سوفت؟ الهارد عندها بروترود الكابيتولم، السوفت سوفت، الهارد هارد والسوفت سوفت، ما عندوش بروترود الكابيتولم. السيركوبتس اللي بتعمل لك اشهر مرض جلدي في بلدك سكيبس، تبص على سلايد من بره تلاقي حاجه ليه ما تبانش بنيكد اي؟ ها؟ ده انتو انتو باراسايت مش اكتو، ده جوه الجلد ماشي على تانلز جوه الجلد، ساركوبتس سكيبيار ما تبانش بنيكد اي، مايكروسكوبيكالي هتلاقي لونها ترانسلوسنت وعندها فور بيرز اوف ليكس. السايكلوبس شكل نسيب قرب خلاص، وهتلاقيها عامله زي البصل الاخضر، لو لقيت بطين يبقى مين؟ ها؟ في عندك سربوت تاني؟ نبتدي بقى، تخيل الباب كله احنا خدناه قبل كده. عندك 4 اكس هيجي لك واحدة منهم في الامتحان، أسهل بيضة في الأربعة مين؟ أسهل بيضة في الأربعة مين؟ ها؟ الأنوفلس ولا الكيوليكس ولا الأيليس ولا الماسكا؟ أسهلهم مين؟ هما خمسة؟ أسهل بيضة في الخمسة مين؟ الكوفلايس؟ ها؟ ايه دليل ان الكيوليكس احسن واحد؟ الوحيد فعلا، الوحيدة اللي في جروبس، فعلا الوحيدة اللي في جروبس هي كيوليكس رافت، بس في اسهل منها. ها؟ فعلا البيضة اللي معاها شعراية ايجو فلايس اللي معاها شعراية، عشان كده كلكم والله تجيب لي فرشة تجيب لي مشط هتقرش، يعني هتقرش انا بقول ايه؟ لان الاكس بتتزحف سمخ في شعرك بس يبان الصاد تقرش في الاخر ده. ها؟ الصاد سهل جدا، بلاقي في سيكشن طبعا ده زحمه، كل يا بابا فين الايكو فلايس فين؟ يا بابا تبص تبص على راس صاحبك واكتب على طول. ها؟ يعني مش لازم ابص بالميكروسكوب يا محمد، بص على راس اللي جنبك اكس لايكس، والشعر ممكن تبقى صفراء ممكن تبقى حمراء ممكن تبقى سوداء، التكنولوجيا اللي احنا فيها. بس في اسهل منها، اسهل من اليمين. ها؟ الماسكا، الماسكا موزع، ماسكا موزع، شايف سهله ازاي؟ مش ماسكه موزة ماسكا. اصل الشباب يقول لك ماسكا ماسكا دي يا بابا، الواد اللي يقول لك موسكا الموسك موسك ايه؟ لا ماسكا
موجة والبنانة فتحة ولا غرقة؟ ها؟ فتحة في لون الليل لونها لايت كولر مش دارك زي الكيونكس ولا الأيديس ولا الأنوفلس. سؤال، أفرق الأنوفلس من الأيديس إزاي؟ الأنوفلس حواليها إير سيكس، إير سيلز، خيال، عوامات. تمسك الفايل لو ما لقيتش الإير سيلز سبندل شيب عاملة زي الطوبة تيجي على السكند مايكروسكوب. ايوه ماسكا لارفا جدد مضاد فقر في تاريخ الامتحانات كلها اللي هي تحت خالص ديت كونيكال شيب تبقى شفافه عن كده لدرجه ان ممكن ما تاخدش بالك ان في حاجه على في سلايد اصلا. فوق في ثلاثه لارفي بتوع الموسكيتو كيونكس ايتس انوفلس. اسهلهم مين؟ اسهل لارفا في الثلاثه اللي فوق مين؟ الوحيدة اللي ما فيهاش سيفون ها هي مين؟ أنوفلس ملهاش سيفون، نو سيفون نازلة حتة واحدة زي ما أنت شايف مش بتفرقها من تحت أنوفلس. مشكلتك نص الدفعة بتلخبط الكيوليكس مع الأيديس لارفا، نص الدفعة أفرق الكيوليكس مع الأيديس إزاي؟ في فرعين قدامك فرع عليه شعر جيلز او هيرز والفرع الثاني لا واطول سنه واسمه سيفون. يبقى لما يكون قدامك فرعين تبص الفرع الطويل ولا القصير؟ ها؟ انا بسال سؤال والله العظيم بسال سؤال. بقول لك لما تلاقي فرعين قدامك تبص الفرع الطويل ولا القصير؟ حقك انك تبص للفرع الطويل مش هلومك. بس لما تيجي تبص للفرع الطويل ما ترجعش في كلامك تاني وتقارنه مع مين؟ مع الصغير. لان الهبل اللي قاعدين بيفكر بالريشيو اللي مكتوبه في الكتاب او اللي احنا بنقولها لكم في السكشن كلمه 4:1 في حاله الكيوليكس و2:1 في حاله الايديس. كلهم بيفتكروا ان الريشيو دي بين الفرعين، فرع ده بالفرع ده. نو. سألتك وانت اخترت الفرع الطويل اللي اسمه سايفون. بص على السايفون خليك مع الطويل. 4:1 يعني ايه؟ اللينس للويدث. طول السايفون بالنسبه لعرضه هو شخصيه. اللينس للويدث. لو طوله قد عرضه 4 مرات يبقى كيوليكس، لو طوله قد عرضه مرتين يبقى ايديس. حته لونج قد النهر وشورت قد برود ده حاجه نسبيه، هو لينس لويدز. عشان كده بقول لك من ضمن السلايد نصهم بيتلخبط فيها في الامتحان لارفا اوف كيوليكس عند ايديس. وصلت؟ ناخد بقى الموسيلوس باراكلز. ثلاثة موسيلوس باراكلز أسهلهم الماسكا. يبقى دي شيت. في حاجة تانية يا دكتور، السلتس اللي جوه بتبقى سيليوس. سيليوس يعني تورشيس، يعني زجزاج عاملة زي الدور السلتس اللي جوه عشان ما تلخبطهاش مع الباقيين. ماسكا وسيلوس باراكلز هدية في الامتحان. مشكلتك نص الدفعة برضه بتلخبط الكاليفورايني مع السركوفاجايني. الكاليفورايني مع السركوفاجايني بتلخبطوا ليه؟ الاثنين بير شيت والاثنين السلتس اللي جواهم ستريت عشان كده بتلخبطوا. طب افرق بينهم ازاي؟ الكاليفورايني بالسي يبقى كلوزد السي، كلوزد السي مع السي كلها مقفوله بس في باتون زرار او زرار تو
الدكتوره ايناس بتشاور عليه، بطن زرار دي كلوزد، تليفرايني بالسي كراودد بالسي، جوه كراودد، شايفين الاساس اللي جوه مزنقين في بعضهم كراودد، يبقى السي مع السي. اما السارفو فاجايني بالاس واللي جوه سيباريتد بالاس، الاساس مش ملزقين في بعضهم، مش كراودد، لا سيباريتد، الاس مع الاس، وهتلاقيها نو باتون يعني مفتوحه مش مقفوله زي الكاليفورايني. فعلا طلبه كتير بيتلخبطوا بين الكاليفورايني والسارفو فاجايني، قلت لك تفرق بينهم ازاي. الصاد اللي قبليه طلبه كتيره بتفرق اللارفا بتاع الكيوليكس مع اللارفا بتاع الايدس، قلت لك بص للسايفون شوف الراشيو 4 to 1 ولا 2 to 1. البيوبا، البيوبا الشرنقه زي الجمبريايه شريم لايك كيف الاسوركس وابدومن موسكيتو بيوبا بارد ماسكا بيوبا. انا مش ناسي مش ناسي امتحان كنت واقف براقب عليهم بالظبط بالظبط من حوالي 260 سنه بالظبط يعني 260 سنه بالظبط يعني والله العظيم الطالب جه على مصر كيوبا وكتب لي ايك اوف فاشيولا. قول يا ابني ايك اوف فاشيولا ليه؟ يقول لي ده اكبر بيضه في المنهج. ده انت قلت لنا الفاشيولا مفاشولا. هو في بيضه يا ابني بتبان بالنيكل اي؟ اذا في بيضه تيجي على الديسكتنج مايكروسكوب اذا بيضه ناعمه. هو انت اللي بتبيض؟ بيضه ايه يا بابا؟ كل الاكس لازم تيجي على الكومباوند، كل الاكس ما تبانش من نيكل ار، لكن دي شرنقه الكيوبا بتاع الماسكا ده هيطلع منها حمار، هيطلع منها ادلت ماسكا. ايه ايه اللي بتتكلم عليه؟ انت بس يعني يعني احنا جعانين جبلنا جاش. كده احنا خلصنا السلايدز، حصل ولا ما حصلش؟ ولا كنا ناسي حاجة؟ ها؟ كده احنا خلصنا 13 سبيسمن من 15. من 12 ل 13. يتبقى لك جارز وبوكس. البوكس العلبة دي ممكن يبقى فيها سنيل، كم سنيل يعني عندك؟ كم سنيل؟ ها؟ أربعة. بص فيهم كويس. أسهلهم مين؟ ها؟ نعم؟ إيه اللي عجبك في البارينيلا مونيكا؟ عجبك إن هي طويلة، وإيه كمان؟ ها؟ ايه كمان؟ حط ايدك عليهم كلهم كده. الوحيدة اللي عليها تيوبر كيلز هي مين؟ يبقى ايه اللي عاجبك في البارينيلا؟ لونج سباير لفات كتير والخشن اللي فيهم اللي بيخربش اللي فيهم بقى كله ناعمين، ده اللي عاجبك في الايه؟ أنا ما يعجبنيش البارديلا بصراحة. أنا يعجبني ها؟ بايوفلاريا. إيه اللي عجبك يا محمد في البايوفلاريا الإكزاندرينا؟ الوحيدة فيهم اللي كلهم ليهم فيرتكس. كلهم ليهم ارتفاع، ليهم طول. الوحيدة اللي ها؟ بطن. بطن لايك زي الزرار. ملهاش ارتفاع. يبقى فعلا في اتنين هدية في الامتحان. لو جاتك البارنيلا كونيكا أو البانفلاريا الكزندرينا هدية. مشكلتك مع الاثنين التانيين. ولا مشكلة ولا حاجة. هي جاية لك جاهزة يعني.
ايبكس فوق والبيس تحت، هي بنيانة محطوطة صح. شوف الفتحة بتاعتها على ايدك الشمال، انت على ايدك الشمال ولا على ايدك اليمين؟ لو حطيت خط كده بالطول، لو على ايد، لو لقيتها على ايدك الشمال تبقى مين؟ ايدك الشمال. بولينس ترانكيتس سنير، بولينس ترانكيتس سنير. لو لقيت الفتحة على ايدك اليمين يبقى مين؟ لينيا كيوتي سنيل، كيوتي ال سايت، لينيا كيوتي سنيل. بص للاوبننج، شوف ليفت ولا رايت. بص للايبكس، ده فرق تاني. الايبكس لو بلانت بلانت ما يعورش، ده بولينس. اما لو شارب يبقى لينيا. لينيا كيودي سنين، مش لازم انترميديت بوست وكذا، لا مش لازم. في فرق ثالث يا دكتور؟ في حاجه اسمها امبليكس بريزنت ولا ابسنت. في حاجه رابعه؟ شوف الاوبننج كبيره ولا صغيره. في حاجه خامسه؟ شوفها فراجايل ولا لا؟ كان في شكوى زمان تمسكها لو لقيتها عامله قشط البيضه فرقعت منك كسرت كده تقول له ده كانت، ده كانت لمنيا. الله يرحمها كانت لمنيا خلاص. هما البولنس بتبقى سترونج. انت ما تبقاش دماغك ليفت ولا رايت، تقدر تفرق بولنس من لمنيا كيوتي. اي سنين من دول يجي لك في الامتحان درجتين في جيبك هدية. عايزين بقى حبة دبان. كام فلاي؟ أربعة. أسألهم مين؟ أسألهم مين؟ ها؟ أقول لك أساميهم الأول. أدلت ماسكار دومستيكا فلاي، اللي هي الهاوس فلاي اللي أنت بتاكلها كل يوم. دي واحدة. الثانية اسمها أدلت لوسيديا. لوسيديا دي لونها أخضر، جرين إن كلر، أخضر ميتاليك. التالتة دبانة كبيرة وبطنها زي الشطرنج، شيست بورد أبدومين، اسمها ساركوفيجا أو ساركوفاجا. الرابعة والأخيرة اسمها أدلت وولفارشيا أو فولفارشيا، ودي بطنها سبوتد، بطنها منقطع. أسأل واحدة في الأربعة مين؟ كلهم لونهم جراي اكسبت اللوسيديا ميتاليك جرين ان كلر. اسهل واحده في الاربعه اللوسيديا، ارم لوسيديا فلاي. بس في واحده كده بنبص لها بتشدك كده معاك ليل نهار، يا اما على وشك يا اما على الاكل، مش هتسيبك. The commonest arthropoda in Egypt is أقذر مخلوق على وجه الكرة الأرضية في بلدك ماسكا دومستيكا فلاي، الهاوس فلاي، سبب كل مصيبة. في المايكرو في البارة تقول لي فيكو أورال ترانسميشن، تقول لي انجيشن اوف كونتامينيتد فود عن طريق الماسكا دومستيكا، أقذر مخلوق على وجه الكرة الأرضية. لو جبناها لك هو العلم هتعرفها ولا مش هتعرفها؟ واحد بيلخبطها مع الاثنين الجريد التانيين. غبار غبار. ساعات تبقى قاعد في البيت بتاعك، ها؟ الدبان حواليك لما احنا متفقين على وشك وعلى الاكل وحواليك مفيش مشكله خالص، لكن ساعات تلاقي واحده كبيره داخله تزن، داخله تزن، ما تقول لك امهم جت ايه؟ امهم جت ايه؟ فرحان ولا امهم ولا تعرفهم يا بابا ولا ما تعرفهمش. دي نوع تاني خالص، الساركوفيجا والفارشيا دول فليش
لايف كبار هم طالعين كبار بيطلعوا من البيوفا بفيكسد سايز طالعين كبار. الماسكه اللي عندك في البيت دي صغيره ولا كبيره؟ اوعى تاكلها من هنا للسنه الجايه برضه زي ما هي مش هتكبر، هي كده طالعه من البيوفا كده. يا ابني الصغير هيفضل طول عمره صغير والله ما الكبير كبير، اما الصغير طول عمره صغير. مشكلتك في الامتحان تفرق السرقافجة من البروفارشيا ازاي؟ بعد ولا دي شطران ودي بطنها منقطة. الدكتورة ايناس جايبة لك السرقافجة ومعاها الوزير اهو والفيل والعسكر شايفينهم؟ اه يعني هيكون على بطنها كده موجودين يعني وانت تكون كاتب على طول سرقافجة. اه يا دكتور ايوه ايوه خلينا نجيب معايا. هو انا مش عارف. الفلوسكشن صح كده وحش. فرق السرطوفي جاب يقول الفرش يا زاد نصكم هيتلخبط بيت نصكم يا شطرنج يا اخويا انا شطرنج زي ما شايف كده. لا لا امسك البوكس كده في النور هتلاقي الغامق يبقى فاتح والفاتح يبقى غامق معايا متعرضه للضوء كده يتغير الضوء. اما السبوتد السبوتس مهما عملت هي سبوتد هي مكان ثابت ما بيتغيرش. اربعه فلايز هديه انا من رايي هيجي لك في الامتحان بوكس والبوكس دوت عليه درجتين هديه. بس في دكتور في الامتحان بتاعه ممكن ما يجيبلكش بوكس يجيب لك جرايد. اه هي انا ما بعملها كمان. لأن الجار كتير. بص بقى الجارات يا إما البارازايت جوه الفورمالين في الجار بس يا إما البارازايت جوه التيشو في الجار. يبقى في الامتحان لو جالك جار شوف البارازايت الون ولا انتشو. هنا ماله يا جماعه؟ البارازايت لوحده جوه الفورمالين اهو مش كده؟ الفشوله هبله عبيطه هديه جيجانتيكا وهيماتيكا زي ما قلناهم في السلايد اهو. اجمع على السلايد اكتر من نص ولا اقل من تلت؟ لو لقيت تعبان في الامتحان تعبان لو تعبان لوحده يبقى ميل ولا فيميل؟ لو كتير مش هتحدد كتير اهم ميل اند فيميل اسكاليس لابريكاليس او اسكاليس وارتس خلاص. لكن لو تعبان لوحده لازم تقول لي سكس. لو تعبان لوحده يبقى ميل ولا فيميل؟ ها؟ هو الفيميل تعبان؟ ولا الميل اللي تعبان؟ لوحده ميل ولا فيميل؟ لا يا ماما تشبيه ايه؟ لا الميل ممكن يبقى تعبان لكن عمره ما كان تعبان. يبقى لو جت وحدها يبقى في مين اسكانس امبريكويتس ماشي؟ لما تيجي في السيجمنتس كتير تينيا عضلة تينيا فلات وسيجمنتد ما بحددش ساجيناتا ولا سوليا تينيا وقاط
خشبة متثبت فيها جارين. خشبة متثبت فيها جارين. ما ينفعش تشيل جار منهم. هما متثبتين جوا الخشبة. هو المنظر كده. انكلوستوما ميل اند فيميل. مين فيهم الميل ومين فيهم الفيميل؟ نص. هي الخشبة فيها الجارين ميل اند فيميل انكلوستوما. خلاص. كورة لونها ترانسلوسنت اسمها هايداتد هايداتد سيست سوليتري هايداتد سيست وحدها زي ما انت شايف. انا مش شايف الترايكوريس ترايكورا فين؟ ده ثانية جوه ال اسف جدا. ندخل بقى في التيشوز. تيشو يا ترى ده ليفر ولا لم ولا هارت ولا انتستين واخر واحد سكين. سؤال، تقدر تفرق الليفر من اللم؟ يعني انا اقدر اقول لو لقيت تيشو كده اقدر اقول ده ليفر او لم؟ ها؟ الليفر هتلاقي التيشو ليفر لونه بني او اصفر، صح؟ ولا انا غلطان؟ بني او اصفر. وهتلاقي بورتال فيتس او بايل كانيولكيولار. ده ليفر، صح ولا صح؟ بص بعينك لو لقيت ادلت فاشيولا طالعه من بايل داكت يبقى دي فاشيولا في الليفر. لو ما لقيتش الفاشيولا طالعه قدامك ممكن بالاكسكلوجن تبقى هايداتد سيست في الليفر. وصلت ولا ما وصلتش؟ ما وصلتش؟ التكرار طبعا يعلم الشطار. يبقى الليفر عندي احتمالين، لو ما كانش فشيولة يبقى حاجات زفت. الفشيولة طالعة قدامك اهي من البايت باكت، لو ما لقيتهاش تبقى هايداتد. طب الهايداتد ديت فين الهايداتد؟ عندك برضه احتمالين. الهايداتد في الليفر ديت عندك احتمالين، يا ترى سوليتري ولا كتير مالتي؟ سوليتري باينة اهي، ساكن شاور عليها. لو كتير وقعوا من الليفر وسايبين كافيز مكانها، فحط وحفر زي ما انت شايف. وصلت ولا ما وصلتش؟ ليفر تيشو لونه بني او اصفر. بايل دارت بورتال فين؟ عرفتوا ده ليفر. عندي كام احتمال في الليفر؟ يا اما فشيوله يا اما هايدات السيست. الفشيوله طالعه قدامك اهي وشهم بسبب شاور عليها. ما لقيتش الفشيوله بالاكسكلوجن دي هايدات السيست. عندك كام احتمال؟ اثنين، واحده او كتير. وقدامك اهو ساهمين. اللنك التش لونه ايه؟ لنك لونه ايه؟ بينك. لانك لونه بينك. مش انت بتاع الباردين لاكونيكا؟ لونه بينك. ها؟ ومتضفر ولا من غير ضفاير؟ اللانك لونه ايه يا شباب؟ اسود. ده قلبك اللي اسود. اللانك بتاع التيشو لونه جراي. عشان الانثراكوزيس. انت في جمهوريه مصر العربيه عمال في الشارع والعربيات والعقار والدخنه، لو خدت اللمب في البنت ليا يبقى خلاص كده لونه جراي. تيشو لونه جراي ده لانك. هو هيداتي زفت مفيش غيره. بس يا ترى واحده ولا كتير؟ ما هو يا بابا ممكن تبقى مالتيبل
تمام؟ ممكن تبقى سوليتري، واحدة السهم بيشاور عليها. يبقى التيشو لونه جراي، ده لان هيبقى فيه هيداتيست، ممكن تبقى واحدة أو كتير. القلب بقى هارت ماسلز وفيها سيستي سيركس. والله العظيم الكلام الجميل ده، ده سيستي سيركس موفيس ولا سكليروزي؟ ها؟ طب مش هكتب المفروض ان ده سيستي سيركس موفيس؟ سيستي سيركس موفيس ان هارت، هارت بتاع كاتل ولا بتاع بيج؟ ها؟ بوفيس وفايل يعني كاتل ماشي. يبقى لو لقيت حته قلب قدامك كده وانت مغمض سيست سيركس بوفيس ان هارت او كاردياك ماسلز. انتستن انتستن حته شغته تتشغته كده، يا ترى سمول ولا لارج انتستن؟ السمول انتستن هتلاقي من كلوز تو وان طلع خيوط، خطوط صغيره طالعه اهيت ماسكه في الفلاي وماسكه في السمول انتستن، دي انتلاستوما. الترايكوري سهله جدا، لو بصيت من ظهر الجار هتلاقي في ازازه لونها ازرق مثبتين بيها الانتستن عشان ما تقعش. مثبت على فيكسيشن السيكم عشان ما يقعش، هتلاقي في خيوط كتيره قوي اللي هي ترايكوري ترايكورا سيكم. يبقى حته شغله صغيره كده جوه الجار ممكن تبقى سمول انتستن فيها انجلاستوما او لارج انتستن فيها ترايكوري ترايكورا. اخر جار بيجي كتير قوي في الامتحانات حته جلد تخينه جدا فيها اليفانتيزس، حته جلد عامله زي جلد الفيل اليفانتيزس سكين. هم دول الجارد اللي عندنا، في غيرهم؟ نتفرج بقى على حاجات جوه المعهد ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، ربنا معاكم.